السيد عبد لبكي اسم لمع في فضاء القلم العربي، اللغة الصحيحة. هو شاعر ومفكر وصاحب دار نشر وواضع البرامج التربوية وكل الكتب التي تتعلق بالمنهج الدراسي. صباح الخير. اهلا فيك، صباح الخير. يعني فعلا وقتها نحكي نقول السيد عبد لبكي، بنرجع هيك لجذور لغتنا يلي فقدت كثير من الرونق، يلي اصبحت شبه ميتة وفيها من الاخطاء والشوائب والعيوب يلي اصبحت غير مقبوله لجهه المطالعه. اليوم بنقرا مقاله صحفيه بنلاقي فيها كثير اخطاء، بنحكي عربي اوقات كان عربي ضليع او فصيح او نحوي، كمان بنلاقي لغتنا اصبحت كثير ضعيفه. شو السبب؟ اول شيء نحن وياك كل ما نلتقى فيك لازم نحكي عن اللغه استاذ عبدو، بس اليوم موضوعنا الاساسي هو النشاط الصيفي اذا بدك القرائي التربوي اللي هو دوفار دو فاكانس. اذا نحن مع هالفكره، صباح الخير، اهلا وسهلا فيك، تفضل. شكرا. بالنسبه للغه صار الموضوع مطروق عده مرات، سواء على المنابر أو على شاشات الإعلام، وهذا موضوع شائك فعلا، لأنه عوامل تأخر التعاطي مع اللغة من حيث القراءة والمطالعة ومن حيث الكتابة والتأليف الشخصي ولذة البحث عن جذور اللغة ومدلولاتها، هيدا صارت مشكلة يعني بالحياة العامة بسبب طغيان التكنولوجيا والهم المعيشي اليومي عند الناس، وكذلك الأمر الانصراف كليا إلى الأدوات وآلات ووسائل الاتصال اللي بنعرفها. أدوات الاستهلاك المجتمعي اللي صار استهلاكي طبعا لأنه نحن بمجتمع استهلاكي، يعني بس ما عم نفهم شيء مهم، أنه بقدر ما منستهلك نستهلك فعلا. فالواحد يعمل توازن بين أن يستهلك حتى لا يكون مستهلكا. نعم. فهيدي ناحية فعلا ما بدي أقول خطيرة، لأنه الإنسان عم يتطور، الحياة عم تتطور، المجتمع عم يتقدم، ولكن في ناس اليوم بالعالم مفكرين كبار بالعالم كله عم بيدقوا جرس الإنذار بموضوع تغير الحضارات، changement de civilisation، فينا نقول انقلاب الحضارات إذا بدنا نكون شوي أقسى. هلا تغير الحضارات بقدر ما نحن يعني نتأمل في التطور والازدهار والجديد الباهر إلى ما هنالك، بقدر ما منخاف على شخصية الإنسان، يعني على طبيعة الإنسان، لأنه بقدر ما بتتغير طبيعة الإنسان خارج نطاق اللغة اللي تربى عليها واللي عاش فيها، بقدر ما بيكون في خطر على وجوده. صح. مشان هيك على هويته وتراثه، حتى وجوده، لانه في تلازم. نعم. بين اللغه الحامله التراث كله والتاريخ والعيش اليومي للناس والتواصل. فينا نقول استاذ عبدو انه نحن اليوم على سبيل الانقراض، رح تكون الكلمه شوي قاسيه، سبيل الانقراض اللغوي او التراثي او يلي بيتعلق بهوية الإنسان ككائن بشري. بس هي أكثر من أنه هوية، يا إما في انتماء إلى حضارة تحرر الإنسان وتقوده إلى الإبداع وإلى متابعة مسيرة الإنتاج الفكري والثقافي، واما تقود الى العبوديه. يعني هلا بدنا نشوف الخيار اللي رح يكون عند الشعوب وعند المسؤولين عن هؤلاء، عن هذه الشعوب. هل هو خيار ذاهب باتجاه الغاء قدرات اللغه عند الانسان بحيث انه ينفصل عن جذوره ويصير خاضع لعبوديه التكنولوجيا، او انه لا،
بده يستخدم التكنولوجيا لصالحه. أصبحنا خاضعين. إيه خاضعين إلى حد ما. إلى حد ما. لهالسبب هيدي ناحية. وهون الخوف كيف بنكفي المسيرة. لهالسبب هيدي ناحية كتير مهمة. لازم يكون في وعي عند المسؤولين السياسيين وخصوصا على الصعيد التربوي لهالناحية هيدي، تا يرجعوا يعيدوا النظر بالبرامج وبإعداد الأجيال الإعداد الصحيح حتى ما يصير في انفصال وانفصام. نعم. عن عن الخط الأساسي، الخط الأساسي، عن الهوية، عن الجذور، عن وإلا معقولة مثلا أنه ما يقدر تلميذ بالبروفي يحدد هوية صاحب النص اللي انطلب منه؟ شو السبب؟ السبب انه ما فيها السقيفة هيدي اللي انعدمت لحساب مقاربة رقمية، مقاربة بدي اقول كتير هيك آلية محدودة، آلية. نعم. تكنولوجية. صح. للنصوص. طب ما فينا نقارب الروح بأدوات مادية، ما النص روح. فعلا. فبقدر ما التلميذ بيقرا همنا هنيك. صح. بالأجيال الطالعة. صحيح. وهيدا اللي عم خاف عليها. بقدر يوناني لوغوس يعني العقل. صح. المنطق، لوغو. صح. لوغوس. ما يقابله بالعربي لغة، لغة الإنسان بيتحرر باللغة. كيف لما بيقرأ وبيختار وبيميز وبيقارن وبيستنتج وبيحلل، هيدا هي بده يرجع يستعيد الروح من اللغة. حلو. أنت مع أو ضد أو لازم يكون في حل وسط؟ أنا مع أنه ما يصير في انقطاع. هيك تشويقية بتصير بيكون تشويقية أفضل. أكيد لا، بالدوفار ما في تشويق. ما في. هلا فرض الدوفار دو فاكانس فرضه على التلاميذ من دون ما يكونوا واعيين شو هدفه، ليش أنا عم بعمل هيك، ليه عم بكتب، ليه عم بخصص مثلا ساعة بالنهار منشان استعيد واستذكر وما انسى يلي حصلته خلال سنة دراسية. هذا الوعي مفروض أنه يتهيأ عند التلميذ، وإلا بيصير عبء، بيصير عبء عليه وبيصير الرفض تلقائي يعني تجاه هالمعطى أو هالمفروض عليه. فإذا أنا برأيي أنه دو دوكانس مثل ما هو حاصل اليوم مزعج للتلميذ. أنا بفضل دايما المطالعة الممنهجة الهادفة المراقبة للتلميذ. لكن من الناحية التربوية شو يعني مراجعة الدروس؟ يعني ترسيخها، تنشيط الذاكرة. ايه ترسيخها بالذهن، تنشيط الذاكرة، وانه يكون الولد عنده قدرة على ما نسميه الرقابة الذاتية، لوتو كنترول. يكون عنده قدرة. هو منقول مش دوفار دو فاكانس، مطالعة محض أو مراجعة المفاهيم يلي تلاقيها خلال الصدق وبكل دقة وببعد تربوي محض خلال ينشغل عليها وينعطى دوفار دو فاكانس على أساسها. يعني مثلا أنا عندي فاون أو هون عندي نقص بالمعلومات، سد هون هذه هون الثغرات، ما قدرت اكتسبت مهارة معينة هون أو هون أو هون. طيب ينشغل على هالضعف. أيوة بينشغل على هذا ويختار هالتلميذ هودي شي يلا على كيف يعني تقريبا منقول يعني مثلا منقول أنه هالعمل لازم يستغرق منهم بيخلصوا بعشر دقايق، في منهم بيخلصوا بعشرين فعلا دقيقة. فعلا هيدي معاناة وقت يكون حدا عنده أكثر من ولد. أنا إنه في عندك أطفال، أنا بحكي عن أولادي، أم لأربع صبيان بتعرف دكتور عبدو، في عندي حدا بيستوعب عنده قدرة استيعاب بعشر دقايق بمخلص، وعندي حدا تاني سبحان الله موزع المواهب ياخد عشرين دقيقة وما له جلاده يدرس. هي. شو السبب أو كيف اليوم نحن بدنا نتعامل مع هذا الواقع؟ لك هيدي بتتعلق تما الام تعصب اول شيء، تما الولد يأس، وبالتالي تيكون الشغل في كميه ونوعيه. هيدا بيتعلق بطبيعه الولد، طبيعه الطفل،
بيتعلق بالمكتسبات السابقة يلي عنده إياها، بيتعلق بالتدريب على التحكم الإرادي بما يعطى من عمل، وبتمرين الإرادي أنه شو منتركه يعني اتركه معلش معلش. الإرادي تدريب، الإرادي عمل مستمر ودائم. صحيح. لأنه نحن مش عم نعد أولادنا لبكرة تياخد علامة بقصر نظر، لا، نحن عم نعده للحياة للمجتمع. ما في لعب بكرة بالحياة، أولا في منافسات بين الناس، مين الأفضل، مين الأقدر، مين الأكثر علما، مين وثقافة وكفاية، مين الأكفأ. وبعدين مين الأقدر على المثابرة. طيب في شيء اسمه مثابرة؟ دغري منزهق وما وين المثابرة؟ وين الجهد؟ وين الإرادة؟ هيدي من صلب التربية الأساسية للولاد حتى نهيئ مجتمع. ما مش واردين هاو عندنا. بالنسبة لك العلامة منا شيء بالمدارس، منا أهم شيء. العلامة بس حتى مثل مقياس برام حتى نعرف، بس أحيانا كتير اللي بياخدوا العلامات غير الخارقة يمكن يكونوا هن الأكثر نجاحا بالحياة. صح. فعلا هيك بنسمع. ما بنعرف. أستاذ عبدو، وتنقول المطالعة. أنا مع المطالعة بالصيف. مع المطالعة بالصيف بدنا نحكي عن عدد الكتب اللي لازم يطلعوها الأولاد. عم نحكي عن الأولاد اللي أعمارهم تتراوح بين 6 سنين أو 8 سنين، تنقول صاروا ضالعين شوي بالقراءة، لغاية 12 أو 13 سنة. عدد الكتب اللي لازم يطلعوها، كم كتاب لازم يطالعوا، وأي لغة لازم يكونوا عم بركزوا عليها أكتر. قبل عدد الكتب في شيء اسمه لديدكتيك. نعم. مفروض يكون في وعي ديدكتيكي عند المربي أو المسؤول التربوي أو المعلم، أو حتى يختار الكتاب المناسب للعمر، والكتاب اللي فيه أبعاد أخلاقية إنسانية حضارية وطنية اجتماعية. ما بناخد الكتاب لأنه والله بده يقرأ، خلي يقرأ شو مكان. وبعدين أحيانا كتير بما أنه في حداثي يعني ونحن اللبنانيين كل شيء جديد، كل شيء جديد بيبهرنا ويا لطيف وبنا هالجديد. لا 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 لا، وين الإسبري كريتيك؟ وين العقل النقدي عندنا؟ طيب الجديد مش كل جديد سليم وصحيح وجيد، ومش كل قديم غلط ومش حلو وبشع. لا، بدنا نحكم العقل ونعرف نختار هذا الجديد اللي عم ناخده، هل هو صالح أو غير صالح. نعم. لسبب ناحية الديدكتيك شو يعني؟ يعني بدي اختار بحسب نضج الولد، عمره، مكتسباته، صفه، قدراته، تدرجه من إلى. سؤالي هون عفوا على المقاطعة، مين بيختار هالمنهج؟ الكوردينيتور دو لانك بالمدرسة أو الأستاذ اللي مسؤول بالصف؟ بدك تضحكي شو بدي الأهل قولي. أو اللايبراريون يلي عم ببيع. للأسف الشديد يعني عن جد لازم نعرف مين لازم. للأسف الشديد وحرصا على المسؤولية بدي أقول ما يلي، بس للأسف الشديد يعني مفروض أنه يكون المعلم أو المعلمة والمسؤول أو بالتوافق مع اثنين بالاتفاق من بعد دراسة مثل ما قلنا حاجات الأولاد ومستوياتهم وقدراتهم ومكتسباتهم وإلى ذلك. بس أحيانا كتير مش هيك بيصير. بحكي ولا ما بحكي؟ بقول ولا ما بقول؟ بتقولهم بس بطريقة شوي لطيفة، شي بعذب يعني، بس رح نقوله بطريقة فيك تقولهم بطريقة مبسطة بطريقة فهمنا. أحيانا دار النشر اللي بيفرضهم. نعم. لغاية تجارية للأسف الشديد. نعم. ما غلط، غلط، مش هيك بيصير. نحن مسؤولين.
كونك صاحب دير نشر وعندك كتب عم تنشرها أو عم بتبيعها، كيف بتعمل بجي بعرض وبقول حضرتك؟ أنا شو بعمل؟ بجي بعرض وبقول هيدي صالحة لهالصف لهالصف لهالصف، هيدي فيها أبعاد كذا 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 كذا. نعم. إضافة إلى الـ اللغة المادة اللغوية. نعم. بأساليبها بصعوباتها بسهولتها إلى ما هون، كل هذا أنا باخده على اعتباره وبعرضه على هالأساس. حلو. مش على أساس شوفوا شو بي ما شو بلا ما نكمل. فهمت عليك. ثلاث نقاط. نعم. نعم. شيء معيب، بعدين شيء حقيقة مخجل، وشيء يعني ما بيوفي الحقيقة حقها ولا المسؤولية. نحن اليوم إذا كفينا مستمرين بهالنمط، رح نقول النمط يلي مش رح نقول غياب المطالعة أو التركيز والتشتت الفكري والذهني على السمارت تولز اللي هن تكنولوجيا العصر، بس إذا كفى مجتمعنا قائم على هالركيزة أو مستمر بهذا الخط، حيث أن المطالعة أصبحت من الأمور التافهة بالنسبة لنا للأسف الشديد في بعض المجتمعات، نحن وين رايحين؟ أنا بتصور أنه رايحين على كارثة ثقافية، مش بس ثقافية، حتى كارثة فنية. فنية أعطيك مثل، شوفي إذا بدنا ننقل هل الثقافة المفروض أنه تكتسب تتحول إلى طاقة ذهنية فنية، لأن اللغة بدها تتحول بعدين إلى طاقة فنية ذهنية، ما رح تضل بس مجرد لغة. منشوف مثلا على الملصقات الإعلانية المخرج، يعني أنا يعني كيف بدي أقول، بس مستصغر هل اللي عم ينعمل على صعيد الإعلان بالنون والإعلام بعدين. عيب. طيب ولو ما بيعرفوا شو قيمة الإعلان فنيا، والتعليق ضمن هذا الإعلان يكون فيه رقي، أدب، ذوق، فن، جمال في التعبير. هذه العناصر فقدت للأسف فقدت الشديد. عم نحكي على إذا بدنا نحكي على الصعيد اليومي اللي منشوفه على الطرقات، يعني هيدي هالإعلانات اللي منشوفها على الطرقات ما في ذوق، وعم بيقروها أولادنا، يعني عم بيتعلموا لغة لغويا، لغة غير في لغة سوقية فعلا، لغة مبتذلة سخيفة، لعب على 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 الحروف وعلى الكلمات، الحروف اللي صارت رقمية، ما في إبداع. ولا رقمية، ما في إبداع، انعدم الإبداع. إذا شعب من الشعوب أو مجتمعات انعدم فيه الإبداع، يعني التجديد، يعني التجدد، يعني الرقي، يعني كارثة فكرية. لوين نوصل؟ فكرية وفكرية اثنيناتهم، الفكرة والفكر، يعني في بصير في فقر بالأخير، ما بيعود في فكر. صحيح. بصير في فقر فكري بدل ما يصير في غنى فكري وازدهار فكري. وازدهار فكري. قد ايه كنا عايشين. طب شو قيمة الإنسان بلا فكر؟ شو قيمة الإنسان بلا ذوق؟ شو قيمة الإنسان بلا إبداع تجدد؟ شو قيمة الإنسان بلا تطلع إلى مستقبل؟ منوصل قدام حيط يعني. بالنسبة لك صاحب دار نشر استاذ عبدو لبكي، على مين أكثر شيء بيوقع اللوم؟ على حب المصاري والماديات، وكان بالأول يقولوا لرويه فيرلور، هلا صار لرويه فيرلودولار، وشيء مؤسف للأسف ومن الشديد. ومن وجد نفسه في الماديات فقدها، ومن فقد نفسه في الأخلاقيات والقيم وجدها. حلو حلو، فعلا شيء جدا جميل أنه يقال على هذا السبيل وبهالطريقة أنه يعبر عنه. أنا كمان بقول لك وبضيف بهالفكرة اللي نحن فيها أستاذ عبدو، أنه الازدهار الثقافي صار معدوم، وإن شاء الله هيك برسالة حضرتك رح تختم هالفكرة برسالة للمشاهدين، تكون رسالة بناءة من أجل بناء مجتمعات قيمة، ومن أجل أنه يصار إلى إيجاد أجيال صاعدة
يلي هن دم وطننا، وطننا لبنان، أجيال بتحب فعلا الفكر، بتسعى لتحسين ذاتها لغويا طبعا وفكريا. كفالة يا أكيد. تفضل، شو هي الرسالة؟ أنا يعني بكل اختصار بقول أنه بقدر ما الإنسان بنمي لغته، بيتذوق جمالياتها، بقدر ما بيكون عنده ثقة بنفسه، وبقدر ما بيكون عنده إطلالة على حضارات الشعوب الأخرى. شكرا. وفخر بشخصيته الذاتية وشخصيته الاجتماعية وشخصيته الوطنية وشخصيته التاريخية. شكرا أستاذ عبدو لبكي، صاحب الفكر الكبير والفكر المثالي. أنا بشكرك لوجودك معنا اليوم بستوديو مريم تي في، ونهارك شكرا لك. شكرا لاستضافتي. مشاهدينا، نحن وياكم لليوم الفكرة مع السيد عبدو لبكي خلصت. أنا رح ودعكم جوال، رح تترافق معكم بالفكرة الصباحية زميلتي ناريمان علوش، حتى لقيكم بموعد آخر، والله معكم.